سبعة صفر صفر صفر. قولي واحد. الحقوني. أنا 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 الحقوني راح أموت. حطي على القناة الثانية. تكرم عينك. عالم الحيوان. طفي. ايه حاضر. الحقوني انا انا. سامع جميل؟ شوفي. هذا صوت ام محمود عم تستغيث. ها؟ قومي لنشوف شو في. محمود؟ يا محمود؟ جميل كسر الباب. تعي لهو. رح موت انجلطت انا. لا رح تشرب عني. وجميل شو؟ جميل اطلب الاسعاف على السريع. اطلب اوام جميل اوام اطلب لي الاسم. مو هان مفصول ماليا. هلكني حمزه حمزه. لا لا كله على حظي. شو بها؟ ما في شيء. شاف الشلطه دكتور. على مساعد ساعدني. على مساعد ساعدوني يا جماعه ساعدوني. خليكي برا. خلص خليكي برا. ما بتعرفي الأنظمة والقوانين هون. شو بعرفني أنا؟ جميل تكون ماتي؟ لا شو ما أم محمود؟ عيوبنا. شفتي؟ جميل تكون ماتي؟ لك لا مو أم محمود. عيوبنا. شفتي؟ شو كنا عم يعملوا لجميل؟ عم يسعفوها. كيف عم يسعفوها؟ لك ولعية لعلي. أم محمود وين تعرفي أم محمود؟ طمنا حكيم. لوين أخذينا؟ على غرفة عناية مشددة. عناية. تفضل تفضل فوتوا فوتوا فوتوا. تعالوا خليكم برا. ايش بتعمل لنا؟ امال ليه؟ خليك دكتور. جميل تكون ماتي؟ لا لا شو محمود؟ ايه منيح منيح. تفضل تفضل تسطحي هو. يا سلام هلا هذا هو تختي؟ ايه هذا تختي. عم اذنكم. هلا شو بدك بالخشبي؟ اميها من تحت ظهري. ما بتنطر انا الا على الخشام. ايه على راحتك على راحتك. اشلحي. هيك بدك. ايه هيك بدي. شو علي انا اللي بشلح؟ جيبي جيبي توب نضيف وتركبي لها سيروم. شو اسمه حكيم؟ انا الدكتور شفيق محسن. شفيق محسن. محسن محسن. شو شاعري ماما ماما مو ماما. هاتي هلا بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطي الارض. هلا بدي اياه جيبوا لي اياه. جيبوه جيبوه. والله ما بخبي عليكم حالتها خطره. مع احتشاء امامي سفلي. امامي سفلي خلص بقى كلي. اما حالتها هلا بدات تستقر. شو بيصير معها خلال 24 ساعه القادمه الله بيعلم. ايه شكرا كثير دكتور عزبناك معنا. لا تواخذ امامي سفلي. على فكره شو قصه هي درفه الخزانه اللي متمسكت لي فيها وما عم ترضى تتركها؟ ما بعرف دكتور. هي ما رضيت نأسفها غير لما حطينا لها الدرفه على بطنها. بعيدا عنك ومين هو هذا الشخص اللي على طول عم تسال عنه؟ وينه؟ هاتوا لي اياه، جيبوا لي اياه. هذا يمكن ابنه. انا برايي تتصلوا فيه وتخلوه يجي فورا، يمكن اذا شافته ترتاح وتشفى بسرعه اكثر. على اذنكم. اذنك معك. جميل. شلون نجيب ابنه من الخليج؟ بسيطة بنتصل فيه. معك رقم؟ لا هلا بس تصحى بنسألها شو رقمه. جميل مات؟ لا شو ما. مرحبا يا اخ. عيونه ابن عمي. ما مات. ليش ما هيك هذيك اليوم؟ ما بدي اجي. ما قلنا لك نشرب القهوة سوا. ما بصير هيك ثاني مرة بعد عملية. عفوا ام محمود كيفها؟ مين هي دخلت هلا؟ ايوه اي بدون الله يعافيها. حضرتك اللي مشرفة عليها جوا؟ اي انا. يعني هيك كلهم حلوين مثلك جوا بالعناية المشددة. لو بعرف انه في هيك ملاك رقيق رقيق وشاعري ولطيف كنت حطيت جلطة بقلبي وفت لعنكم لجوا. لا تحاول مخطوبة. وانا متجوز. تعال هون جميل. هلا انت ما كنت تتوم؟ اه بركي كان طبعا بتطبع حسنا ومثل هذيك ما لطشتك كف. هي تلطشك بالقنينة اللي معها بعد بتفوت لعند غرفة ام محمود وبداويك الملاك الرقيق. يا حلوة.
ايمتى بدنا نضل قاعدين هون نحن؟ حرام مشان ام محمود قطي ما لها غيرنا جميل. طيب نحن شو بدنا نساوي لها؟ هي الدكاتره عم يضربوا قبر ويشتغلوا فيها، نحن شو بدنا نساوي لها؟ حرام بركي اعتازت لها شي شغله. شو بدها تعتاز؟ جميل. اه انا ما عاد سمعت صوت ام محمود. شو؟ تكون ماتي؟ لا شو ماتي؟ ام محمود؟ ايه عيونها. شفتي انه ما فيها شيء. ما طبقت معه. الظاهر صعبه.